صافي من دوار سالكو جماعة تعالى جماعة تعالى 19 وراه اللي قال الرجل كنا كنا ساكنين ومهنيين ودوكا دوزوا علينا السلك وليداتنا تيمشي يقراو تتاكلوا ميتو دوكا بعدوهم لينا دوكا سيدي حيدوا علينا الطريق القديمه داروا لينا الطريق الجديده تتاكلوا ميتو ولا سبعه كلوا ميتو ايوا سيدي حنا رحنا في الخطر حنا وليداتنا واش اللي عيان بحالي وبحال راجلي وباي قداش سيدي يسافر مع طريق الزيتون واش من عند الله ما غاديش يقدو البركة بنيات صغارات بنيات كبارات وليدات تقراو ولاد بنات تقراو تيقريسوهم لا حنا ما غبينا هاد الشيء بغينا الطريق القديمة الطريق فيها الغابات فيها الزيتون بغينا الطريق القديمة هاديك سيدي لينا فيها المشكل فيها لينا سيدي المشكل عافاكم الله يرحم الوالدين وراه داير علينا السلك حنا مع داك بغينا خاطر طريقنا طريقنا القديمة واش تطلبوا دابا؟ طريق قديمة تنطلبوا طريق قديمة اللي قريبة المدرسة كاملة سيدي الحل الله يرحم الوالدين راه حنا مكرفسين ومرتين واش سيدي انا بعد نمشي مع هاد الوليد انا قادة والله ما بعد راه الطريق وعارفها لكن في الدوار شنو قلت 9010 جي اتفق السيد بغى يسد لنا الطريق القديمه وهذيك ما هذيك القديمه مزيانه لينا الدراري مزيانه لينا حتى حنايا والطريق وصلح لينا شي طريق جديده وما مصلوحه نشوف فيه التدريس ما بين هذيك الطريق والمره اللي غادي هذاك سميتو راه نص ساعه تمشي غير في الطريق وتجي وتمشي وهذا السيد بغى يخرج علينا يخرج على ولادنا ودايرين الكريات بحال القنين وتكرم مكرفسين ومكرفسين لا بيت تدخل غير الوسخ حاشاك راه غادي تمشي حتى تكرفس 100% وهذا السيد اللي بغى يدير سميتو راه ماشي قانونيه السيد يدير معنا الحل وما يسد علينا الطريق والله يرحم الوالدين واش تطلب من المسؤولين دابا؟ نطلب المسؤولين باش يصلح لنا هذاك الطريق ما بين هذاك ما بيناش هذاك الجديده بين هذاك الطريق القديمه القديمه.